انا عايزه اقول ان البوبس ده اتعمل او الفيديو ده اتعمل بشكل عشوائي حقيقي، ما يعني ما اخترناش الناس، احنا نزلنا فعلا سمعنا اراء حقيقيه، لقينا ان في فرق كبير جدا ما شاء الله لو حضرتك تلاحظ ومشاهدينا في الوعي والادراك باهميه التخصصات دي. النهارده يمكن مثلا من 4 أو من 3 سنين لما عملنا استطلاع راي زي ده، او لما بدات التجربه مع حضرتك يمكن، او مع يعني مع هذه المدارس، بس عشان بقى ايه نتكلم بقى كلام عملي اكتر، الناس مبسوطه وبتدور فعلا على المستقبل، المستقبل يعني التكنولوجيا خلاص يعني محتاجين طبعا في كل المجالات، بس التكنولوجيا هي المستقبل القادم وبقوه. النهارده مثلا لو ما بنتكلم على مدرسه زي مدرسه هندسه الطيران اللي في حلوان، هي مدرسه واحده اللي حاليا موجوده، هل فيها قسم مثلا داخلي لو انا ابني اتقبل وعدى في القدرات بس انا من محافظه ثانيه؟ اسئله بقى بتجي لنا على الصفحه لا دلوقتي. طبعا وحضرتك يعني مش كل المدارس بتتميز بده، يعني مدرسه اللي احنا اتكلمنا عليها الضبعه دي فيها كلها داخلي، ده مثلا اهو دي اجابه دي، لان طبعا احنا بننشد المتفوقين من كل انحاء الجمهوريه، لكن مدرسه حلوان اولا هي في القاهره ودي كثافه سكانيه عاليه جدا، وبالتالي نقدر نتخيل عدد الطلبه وما فيهاش الاشتراطات يمكن اللي مطلوبه من مدرسه الضبعه. لكن اللي احنا عايزين نقوله انا حاسه ان الضبعه بتخرج علماء في النهايه، يعني يمكن نصل لمستوى العلماء، تكنولوجيست متخصص جدا، دارس انجليش، دارس روسي، دارس مواد تخصصيه نوويه، دارس امان نووي، دارس حاجات مهمه جدا. لكن احنا مش عايزين نركز على واحده دون على الاخرى، لان كل التخصصات يا فندم مهمه ومهمه جدا للمجتمع. احنا لسه باقي التخصصات، احنا بنسال في الاسماعيليه. فاحنا احنا احنا في التقرير اللي حضرتك لسه زيعاه الامات، انا مبسوط جدا انهم بيقولوا نشوف الولد محتاج ايه. يعني احنا مثلا عندنا المدارس بتاعت الانفورميشن تكنولوجي، عندنا المدارس بتاعت الذكاء الاصطناعي الاي اي، في ناس بيبقى عندهم شغف ومقبلين جدا على مثل هذه النوعيه من المدارس. محتاج هل حد انت يرعاه وينمي قدراته طبعا، بس هل انت قدراتك تسمح بده؟ ما يمكن انت تكون متفوق في حته ثانيه، وياما بنعمل ري الوكيشن للولد او بنعيد توجيه رغباته طبقا لقدراته. صحيح. يا ابني انت الافضل لك دراسه كذا، وبالفعل لما بيخش المجال الثاني اللي الاختبار القدرات اوضح ان هو مناسب ليه اكتر بينجح ويتفوق كتير جدا عن المجال اللي هو كان عنده شغف بيه او يخيل له ان هو موهوب فيه. دكتور عمرو، الناس على الصفحه ابتدوا يسالوا، مدام هبه بتقول لحضرتك برضو، هل انتوا المدارس دي متعاقده مع شركاء صناعيين عشان تطمن؟ واحنا برضو في سياق الكلام حضرتك قلت في يعني قطاع ده اساسي الفاس. وبناخد كمان المدارس، يعني حضرتك بناخد الاعداد اللي بتخش المدارس دي طبقا لمتطلبات سوق العمل، عشان ما طلعش خريج او خريجه مالوش فرصه محققه او تكاد تكون محققه، لان طبعا برضو بيبقى في نسبه حوالي 10% من الولاد هم بقى اللي مش عايزين، بيحبوا يغيروا اتجاهاتهم او كذا، برضو ده متاح لانه لكن هو يضمن ان هو يشتغل في الشركات دي ان شاء الله شركات يعني حسب تفوقه يا فندم. اصل فكره الضمان دي، الضمان ما هو حضرتك اي حد في الدنيا بيخش مجال لابد انه يثبت فيه نفسه، وبالتالي التنافسيه امر اساسي، لان ما فيش حد هيرعى، ما فيش مؤسسه يعني اقتصاديه ايا كانت نوعها هترعى حد وتصرف عليه كل المصاريف دي وتبقى في الاخر مش عايزه تستفيد منه. بينكم وبين الشركاء الصناعيين طبعا. واحنا كمان عندنا ميزه ثانيه في كتير من المدارس، انها بتؤهل العمل في الخارج. يعني احنا عندنا بروتوكولات موقعه مع فنلندا، عندنا مع المانيا، وقريبا ان شاء الله مع ايطاليا واليونان، عشان تصدير هؤلاء التكنولوجيست لهذه الدول، لان هناك حاجه شديده جدا في معظم دول العالم المتقدم لهذه النوعيه من التعليم التكنولوجي. فاحنا بنشوف ايه هي المهن المشتركه ما بيننا ما بين هذه الدول، وبنبدا نشتغل عليها بحيث ان الولد الاول يكفي احتياجات سوق العمل المصري، واذا كان لديه فرصه فبيلتحق بسوق العمل الدولي والاقليمي طبعا من الدول العربيه. كنت زمان وانا صغيره كان انا والدي كان بيشتغل في قطاع البترول او في احدى شركات البترول، فكنت دايما اسمع في التليفونات وهو في البيت، ايه ده معقوله ما وصلش من المانيا؟ اتاخر مشاريعنا او مشاريع البترول اللي كانت في راس غارب وراس شقير والاماكن دي، كان دايما يستعينوا بزحامين تحت الماء اجانب. مزبوط. كان عندنا نقص شديد ان لم يكن يعني يكاد يكون معدوما. مزبوط. او عجز في فكره او مجال اللحام تحت الماء، لحام تحت الميه. النهارده احنا عندنا في بورسعيد واحده من المدارس دهيت اعتقد الظهر بورسعيد، وعندنا كمان مدارس بتاعه قناه السويس. هو اسمه لحام ولا ليه اسم تاني؟ هو اوف شور ويلدنج، ده اللي هو اللحام تحت الماء. لحام تحت الماء. الناس دي يعني حاجه يعني ذهب مطلوب في العالم كله،
اجورهم بالعمله الصعبه في اي مكان بيشتغلوا فيه. تمام، بس لازم نعرف برضو قدراته ايه. طبعا هو لازم يدرس يكون الايجابيات الاول، فت صحيا، بيعرف يغطس كويس، يعني اللي عايز اقوله مهارات اخرى يعني غير التعليم. فاحنا ده عشان كده بندور دايما على انه الطالب بتاعنا جاي وهو عنده قدراته ايه، موهوب في ايه، بيحب يعمل ايه. لانه طول ما البني ادم بيدرس الحاجه اللي هو بيحبها بيبقى عنده فرصه كبيره جدا في الابداع والاتقان. انما طول ما هو بيدرس مواد نظريه جافه مش على هواه، ما بتبقاش هي دي المفضله بالنسبه له، وما بيقدرش يحقق فيها النتيجه، ونرجع نشتكي ده الولد ليه ما جابش مجموعه في السنه. ده مجال نادر وصعب ومطلوب عالميا، واحنا ما كانش عندنا الموضوع ده زمان، كان قليل قوي. فالنهارده في 120 مليون اكيد في يعني على الاقل نقول الافات من المصريين الفت. ان كل المجالات بعد اذن سيادتك مطلوبه.